مساء الخير بابا. مساء النور. الحمد لله على السلامة يا كريم. طمني يا ابني. الحمد لله ماشي الحال. يعني تصالحت انت وجارك؟ ايه اسقط حقه كمان. الحمد لله، الف الحمد لله يا الحمد لله. بابا ليش هادي نايمة؟ بابا فاق مشتاق لامه. صحي وين لينا؟ نزلت على الشارع، بكره ان شاء الله رح تجي. الله يردها بالسلامة يا رب. امين. على مهلك علي. شادي بابا. بابا لا لا على مهلك علي. الله يرحمه. بسم الله الرحمن الرحيم. ساعدني ماما شوي. بسم الله الرحمن الرحيم. حبيبي تعال. مطرحك ونحط بالموقف اللي انحطيت فيه كان عامل أكتر ما عملت انت. يعني ما لك زعلان مني؟ بلا زعلان طبعا. راح الزعل. يلا حبيبي قوم اعمل الحمام عبين محضر لك لما تعشى تاكلك. الله بيعلم لأنه قديش مشتاق للقعدة معك. معلش بابا أنا مالي جوعان، ريح حالك. أنا يعني مضطر غيب شي ساعة زمان. الزلمة اللي تواصلت لي بالمخفر هو مديري بالشغل، فعم فكر أني بركي بروحك بتشكره. يا حبيب قلبي شو صاحب واجب. ولك يا كريم ما بنسى يوم اللي كنت عم تلعب بالطابة بالحارة وضربت ضربة قوية اجت بشباك بيت أبو مروان. يوميتها خلص عم يجمروا لك بابا. يلا تيسر ما بدي أخرك على موعدك. على كل أنت تعرف كمالة القصة. طيب بابا وحياتي عندك ما بتزعل؟ ولا لك حدا بيزعل من حشيشة قلبه. روح يلا تيسر. بدك شيء بالمعروف؟ بدي سلامة عمرك. طيب ولك روح.